فيجب أن يفهم هذا الجميع وأن يتركوا هذه التعذبات والانتماءات الفكرية والتيارات المنحرفة ويتركوا هذه التوجهات وأن يرجعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومكان أصحاب السلف الصالح وينطوا تحت لواء هذه الدولة المباركة وهذه القيادة الرشيدة والسمع وطاعة الأمر ورجعوا العلماء الربانيين وهم هيئة كبار العلماء والبقاء في المجتمع المسلم. ثم نربي أبنائنا ومجتمعنا وطلابنا والمسلمين في الخطب وفي الكلمات وفي المحاضرات وفي الدروس وفي المجالس العامة والخاصة، نربيهم على التوحيد. اسمع يا عبد الله، نربيهم على التوحيد ونذكر لهم أحد أوراد مسائل التوحيد والعقيدة الصحيحة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الإلوهية، نربيهم على العقيدة الصحيحة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، الإيمان بالله جل وعلا وتحكيم شرع الله جل وعلا وتحكم شرع الله في نفسك أنت أول شيء، كذلك المبادئ والقيم التي شأن عليها، نربي أبنائنا على الصدق والأمانة والوفاء، نربي أبنائنا على تنفيذ الفرائض والنوافل، نربي أبنائنا على الاستعداد للقاء الله جل وعلا أيام بالجنة والنار، نربي أبنائنا على تأدية حقوق الوالدين، تأدية حقوق الجيران، حقوق الأقارب والأرحام، حقوق ولاة الأمر، حقوق العلماء الربانيين، نعلم أبنائنا على مبادئ الإسلام العظام، نعلم أبنائنا على الأخلاق الفاضلة ونمشيهم على ذلك، نعلم بناتنا ما تقدم وزيادة الستر، نعلم بناتنا المحافظة على الحشمة، نعلم بناتنا احترام وتقدير الأب ثم الأخ ثم الزوج، نربي بناتنا على مراقبة الله ومراقبة شرع الله جل وعلا، نربي بناتنا على ألا ينظرن إلا إلى ما أحل الله جل وعلا ويجتنب ما حرم الله جل وعلا، وقل للبنات يغضن من أبصارهم، نعلم أبناء بناتنا على عدم التفرج والسفور، نعلم بناتنا على عدم الاختلاط، نعلمهم بشرع الله جل وعلا، نحذر أبناءنا وبناتنا من الشرك من البدع من الخرافات من الانتماء للجماعات والفرق والأحزاب كتنظيم الإخوان والتبليغ والليبرالية والعلمانية بصريح العبارة، هم يدعون مذاق في هذه الأجهزة والوسائل التواصل الحديث، يفسدون عقائدهم ويفسدون مبادئهم وقيمهم، نحذرهم من الشرك بالله، نحذرهم من التبرج والسفور، نحذرهم من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، نحذرهم من التقاعس عن أوامر الشرعية، نأمرهم بطاعة الله ونحذرهم معصية الله جل وعلا، نأمرهم بأن يتقيدوا بالشرع وأن يأمروا معروفا عن المنكر بالضوابط الشرعية، هذه مبادئ، هذه القيم، هذا ديننا، هذه عقيدتنا، ننشأ حياتنا كلها ونقضي حياتنا كلها في هذا، فإذا فعلت ذلك فأنت قضيت حياتك كما خلق الله العزيز. الدليل قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال العباس يوحدون، خلقنا لغاية عظيمة، لم نخلق لكي نأكل ونشرب ونعمل في الدنيا ونموت، هذه البهائم رحمها الله وإياكم وجميع الكائنات الحية، نحن خلقنا إلى مقصد أسمى وعظيم هو عبادة الله جل وعلا، تعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة والعلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، كما قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، صلى الله عليه وسلم جنات النعيم وهذا جميع المسلمين.